محمد مجدي قفشه بقى صنع العاب الفريق وواحد من نجومه المميزين. قفشه بتذكر قال لك انا فاكر وانا صغير شويه كنت بنصحى من الساعه 6 7 الصبح عشان نتفرج على البطوله دي، كاس العالم للانديه وقت ما كانت في اليابان، وقت ما كان الاهلي بالجيل الذهبي بيشارك وبيعمل نتائج كبيره. قال لك سبحان الله لفت الدنيا وبقيت انا بشارك مع الاهلي في نفس البطوله اللي كنت بصحى لها الصبح بدري قوي عشان اتفرج عليها. قفشه سعيد جدا بمشاركته مع الاهلي في البطوله وقال ان احنا عندنا ذكريات رائعه في البطوله. جمهور الاهلي معتاد على مساندتنا في اي مكان ودايما بنروح اي مكان نلاقي جمهور الاهلي اغلبيه في ظهرنا. قال ان احنا واجهنا نادي كبير بحجم ريال مدريد وبالتالي عندنا ثقه كفايه، تسجيل الاهداف في البطوله بيسجل للاعب تاريخ كبير جدا. قال ان جمهور الاهلي عنده الثقه الكبيره فينا، حاله القلق لدى البعض طبيعيه. ان الناس عندها قلق قياسا على الفترات اللي فاتت والهزه اللي كانت حاصله في الاداء والنتائج. قفشه بيقول لكم القلق ده طبيعي جدا، لكن بطمنكم جدا احنا كنا بنوصل للمرمى كتير ما بنسجلش، ما كناش موفقين في بعض المباريات، دي طبيعه كره القدم، لكن دايما بنبذل اقصى مجهود وبالتركيز في التدريبات عندنا امل ان شاء الله وطموح ان احنا نعدي المرحله اللي جايه.